رعى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني الحفل الذي أقامته جمعية أي بلود لينك في فندق فينيسيا لإطلاق تطبيق أي بلود لينك الذي يشكل خطوة مهمة للإفادة من التكنولوجيا في تطوير خدمات الرعاية الصحية ونقلة نوعية كبيرة في مجال التبرع بالدم في لبنان، إذ يتيح ربط المحتاجين إلى الدم بالمتبرعين المحتملين الذين يحملون فئة الدم المطلوبة عبر تبلغ هؤلاء تلقائيا بالطلب. اللي بدنا نعمله إما من خلال خطة وطنية للتوعية بالتبرع بالدم أو من خلال تطبيقات عملية وتكنولوجية مثل آي بلاد لينك، نعطيهم مجال أكبر وتسهيلات أكثر ليقدروا يقوموا بهالواجب الإنساني يلي أساساً هن معودين عليه. رئيسة المؤسسة أكدت أن التطبيق يتكامل مع كل المبادرات والأنشطة المتعلقة بالتبرع بالدم في لبنان. بيقدر يكون شخص وبتقدر تكون مؤسسة أو مستشفى عم تطلب دم. آي بلاد لينك هو تطبيق يحترم خصوصية الناس من متبرعين ومن متبرع لإلهم. ما بيطلب من المستخدم إلا الإيميل البريد الإلكتروني. فهذه المبادرة تلاقي تطلعات الصليب الأحمر اللبناني وتجعل من الشراكة معكم خير ومنفع للإنسانية في وطننا لبنان. ولفت الزغبي إلى أن الصليب الأحمر يسعى إلى تأمين أكثر من 50% من حاجات الدم، وذلك بزيادة عدد المتبرعين وتغطية الكلفة.